تشكيلة جديدة لباس التقليدي مع الفنانة المصممة مريم بالخياط ضيفتنا اليوم في حلقة جديدة من صباحية دوزام. مرحبا بكم معنا. طبعا الفقره من تقديم الجميله ليلى حدي وغادي تلتحق بنا بعد قليل. كيما غادي يلتحق بنا سي نبيل عياشي اللي غادي يفسر لنا او غادي نشوفوا معاه تاثير الغذاء الايجابي على الاطفال ديالنا. لكن الاطفال ماشي دائما تيبغيو ياكلوا خصوصا في الفطور. هذه المعاناه ديال الاباء والامهات كل نهار ياك بروفيسور. بزاف منهم ان شاء الله. اذا غادي نلقاو الحل في فقره امومه ان شاء الله اليوم. ان شاء الله غيزه. صباح النور. صباح الخير سميره. صباح الخير جميع اوفياء صباح الدوزام. اليوم غنقدموا للسيدات وصفه طبيعيه لنضاره البشره. الامهات طبعا اسبوع الاطفال ولكن لا يستثني الامهات طبعا ياك. الشيف الهادي اليوم غادي يقدم لنا بعد قليل دي ماكارون فيها كل ان فيهم كل النصائح ديال سي نبيل العياشي. قبل من ذلك هدى جنان ونصيحه اخرى للاطفال. صباح الخير سميره. صباح الخير جميع المشاهدين والمشاهدات. اليوم غادي نقدم لكم دي زاباجور في حله جديده فابقوا معنا. ليلى شوي مي الونور الفن التشكيلي اليوم ياك. اكيد سميره. صباح الخير. صباح الخير عليكم مشاهدينا. اليوم ان شاء الله في فقره النجوم ونجوم حاضر معنا فنان واسم الاسماء التشكيليه الشابه المتميزه في المشهد الثقافي المغربي مبارك عمان. اهلا بكم في صباحيه اليوم. كل الامهات تقريبا كلهم تعاتبوا نفوسهم وتيجيهم الاحباط واحساس بالذنب لما وليداتهم ما تياكلوش في الفطور. لعل لمساعدتهم لابد نتعرفوا معك استاذه على السبب ديال هذا العزوف هذا ديال الاطفال الصغار على وشفه الفطور بالذات. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هذا العزوف كيف كتقولي على وصفه ديال الافطار راه الكبار بداوا بها. بزاف ديال الامهات مابقاوش كيفطروا في بيوتهم. بزاف ديال الازواج مابقاوش يفطروا في بيوتهم ولاو تيفطروا في الخدمه او لا في المحلابه حسب لي مويان او لا ما تيفطرش كاع حتى العشره عاد كيدير كويزداتا ولا شي حاجه. يعني هذاك الشيء بدا من القدوه ديال الاباء وامهات اصلا. ما تيشوفوش وليدات ما تيشوفوش طبله فطور في الدار اولا. ثانيا الاطفال اغلبيه ديال النساء اللي تيشكوا من هذا الشيء تيكونوا اما ما عندهمش الخادمات في البيوت وهما بوحدهم واما هما نساء كيشتغلوا. دونك اش كدير؟ كتصوب دارها. دونك غادي خصنا نديروا موضوع واحد اخر كيفاش تنديروا الميناج قبل ما نمشيو للخدمه. يمكن لكش وعاد خصها دير الميناج ديالها توجد الغداء ديالها وتعاد تخلي ولدها هو الاخر اللي كتفيقوا حيت هو غادي يصدعها. تفيقوا هو اخر لحظه باش تفطروا باش تديه للمدرسه. فهذيك الفياق في اخر لحظه يكون كلشي يفطر. الطفل باش يفطر تيخصو يفيق شويه يعني ساعه على الاقل ويتحرك ويلعب ويلبس حويجاته ويلعب ويتحرك عادي. يمكن يبغي ياكل ماشي على الريخ خاصو ياكل خاصو ياكل. ما يمكنش هي هاد الام يمكن لا تفطر غير تحل عينها تفطر لان ولفات ملي كانت في دار والديها انها كتفيق كيجلسوا كتمشي تلبس حوايجها يمكن كاع تتسخر الحان وتجيب الخبز ولا فهمت كتحرك عاد كيفطروا. ثانيا رائحه الاكل هي اللي كتعطي الشهيه. ما عندناش خبز كيطيب قهوه وريحه الخبيز سخون يتحمص. الا كان الخبيز كاين سخون غادي يتشهل وليدي يفطر. الا كنا كنحطوا له نفس اليوم ديك النهار اليوم يشبه الغدا بعد الحليب بارد هذا الشيء اللي كاين هو اللي ساهل. يعني ديك الوجبه السريعه ديك انا تنقول ديك الابتداجني بحال هكاك هو ديك بحال ليكيفالون ديال امبورغر فاست فود. دونك الوليد تيخصنا نديرو له دي بوتي ديجني فاغي. جو بونس كو هدى دات في الحلقه اللي دازت ان غوتي بور لي زونفون. دونك خاصنا نديرو دي غوتي دي بوتي ديجني كي سون اتراكتيف يعني تشهل الوليد يفطر. ما كاينش حسوه ما كنديروش ليهم بيضه مقليه اولا بيضه مسلوقه. نوعو لهم في الفطور لان الا جينا نشوفوا الناس تقدام اش كانوا كيقولوا فطر الفطور خصو يكون فطور بحال الملوك وتغدى بحال الامراء والعشاء الفقراء. ما حنا عندنا حتى حاجه من هذا الشيء. عندنا الفطور ديال الفقراء والعشاء ديال الملوك. يعني يجي الدري من المدرسه عاد كناكلوا كنعلفوا فيه الوغ كو خصو يفطر. ان الفطور مهم لي علاش؟ هنا غادي سيغتانمون سي عياشي والناس اللي غيتكلموا على التغذيه غادي يتكلموا على الفوائد ديال بيتي ديجني اكيليبغي. شنو هو الفطور؟ الفطور كيعطي ديك السعره الحراريه اللي خص الدماغ ديالو فاش يخدم. وشفنا العلاقه الدماغ ديال الاكل مع المردود الدراسي ديال علاقه وطيده جدا. الدماغ ديالنا ما كيعرف يستعمل غير الجلوكوز واحد. الله داك واحد لا باغيير ما يمكن لي يدوز للدماغ غير الجلوكوز وما تيصعبش يستعمل الكوليسترول وحرق الدهون وديك الشيء وخصو يجي ليه كلشي موجود. ان الدماغ
كيخدم الجسم كله، يعني خصو يكون عنده ادوا فونكسيوني او كار دو تور، يعني لا سيلي الخليه ديال الدماغ خصها تخدم بالجلوكوز في اقرب وقت وبسرعه، ما تضيعش الوقت. يعني ما خصهاش تهضم واحد وباش يجي هذاك الجلوكوز خاصنا السعرات في الصباح بحال اللي قالت هدى، الشوكولا، السكريات، الخبز، الدهنيات، كل شيء هذا الشيء اللي فخوي ساك، كل شيء هذا الشيء مهم. الفطور ما تيبغيش وليدنا تنو يفطروا، حيت اولا ما كنفيقهمش في الوقت، كنخليهم اخر لحظه، ثانيا ما كنوجدوش لا فاي كاع اللي تيديروا مشوشات على الفطور. شنو مشوشات على الفطور؟ الشكره ما موجوداش، الحوايج ما تصافقناش غنلبسوا هذه، تصاف ما حتى الصباح عاد كنوجدوا. بحال اللي عوينتك معنا في الدار يا بروفيسور. انا راه ربيت بحالي بحالكم، كان عندي وليدات، وانا المهنه ديالي مع الاطفال وامهات، يعني الا بغينا في الصباح نربحوا الوقت، وليداتنا يفطروا ويمشوا مساويين، خصنا لا فاي نختاروا مع وليداتنا حويجات اللي غيلبسوا. ها هما موجودين في الشكاره. الشكاره مصوبه ونحطوا الطبله للفطور، يبقى لنا غير داك الشيء اللي غنسخنوا. وما فيها باس في ديك الليله مثلا نديرو شويه ديال الروز الحليب نطيبوه في الليل، والصباح نسخنوه والريحه ديالو كطلع وكيبغي لونفون، ونديرو دي بديك الشعريه حسوه دي شوز نفاري، ونديرو نديرو اتفاق مع الوليد في الليل، نقولو شوف دابا اجي وجد معايا، هو ديك نقيلها ديك النجيمات مثلا، ولا نقيلها الرويزات وترمي ارميه ليها في الكاسرونه اللي غادي تطيب، نشاركوه في ديك التهيئ الفطور ديال الغد، باش هو في الغد تقولو هذه وجدنا الباء، لا ما تاكلوش دابا، نو 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 ماشي ديال دابا، ديال غدا، وتبقى عنده ديك لونفي دو ديكوفغيغ، اكتشاف ديال الغد، هذاك الشيء اللي طيب البارح شنو فيه. هي في نفس الوقت الام كتربح الوقت، وفي نفس الوقت كان الوليد باغي يفطر، وخصها تجلس معاه في الفطور، والاب يجلس في الفطور، ماشي الاب يمشي في حاله والام تمشي بحالها ما فاطرينش، وبغينا الوليد يفطر ما يمكنش ما يمكنش. ثاني حاجه، الا ولفنا وليداتنا كنشريو لهم لو غوتي بري لي بيسكوي ديال اندستريال وديك الشيء، يشريو ويمشي للمدرسه، ما غاديش يبغي يفطر. الوغ الا بغينا نديرو لو غوتي خصنا نعطيوه حتى هو لو غوتي اللي غيدير للمدرسه، شي حاجه اللي هو خصو ياكلها في الدار، تفاحه، بنانه، ليمونه، طريف الخبز فيه فرماج، طريف الخبز فيه الشوكولا، ان كيك، كريب، اي حاجه. وديك الفطور حنا كبار، واش غناكل كل صباح الخبز؟ واش غنشربوا كل صباح الحسوه؟ اليوم كرواسه، غدا منيويه، بعد غدا كريب، من بعد منها رويزه، نبدلوا نخليو الخبز اساسي، نبقاو نولفوا وليداتنا ياكلوا الخبز لان مهم، ونولفوهم زويته العود، نولفوهم عسيله، نولفوهم فرماج، نبدلوا لهم داك الشيء باش غيدوزوا لو بان، مي خصهم حاجه اخرى جديده، حيت الجديد هو اللي تيخلي وليدك يجلس في الطبله ويذوق. حيت تيطلع ليه توا الزعف، توا تيطلع ليه الزعف. يعني الحوايج المهمين اللي قلتيها استاذه هي اننا الدري خاصنا نفيقوه بكري. بكري الدري او البنت طبعا بكري باش يلاه الشهيه تحرك عنده شي شويه، نوجدوا ليه لي زافيغ ديالو في لافي، الطبله تحت لا فيتي، ونشاركوا شي شويه في التحضير ديال الفطور ديال غد ليه، كلها اشياء جميله جدا تنشكرك عليها، ولا بسيطه جدا ولكن فالي بونسي. اذا تنشكرك عليها باسم كل الامهات وكل الوليدات طبعا، من اليوم خصنا نبداو ياك بروفيسور. انا بغيت نزيد حاجه سميره، هادشي كله باش ديروا المراه هي خصها تكون مرتاحه، حيت الا ما كانش مرتاحه راه ما غادير حتى شي حاجه من هذا الشيء كامل. دونك هي منين تدخل من العمل تعطي لراسها واحد الوقيت قليل باش ترتاح، باش يمكن لها تكون عندها الطاقه باش تقابل هذوك الوليدات ديالها. اكيد اكيد، فاقد الشيء الا يعطيه. حاجه اخرى، بزاف الامهات كيف كيقولوا انه خصو الحاجه طيب في ديك الساعه نعطيها للطفل، هو الا طيبناه لافي وحطيناه في الثلاجه راه ما تيخسر شيء. حاجه من غير الليمون معصور. من غير الليمون معصور، هذاك نعصروه في الصباح ملي غنعطيو للطفل ديك الساعه. ثاني حاجه، ان جوستومون هذه القضيه اللي قالت هدى ديال الام ترتاح هي عندها اساسيه، وفي نفس الوقت ماشي غير اساسيه، هي البيابا، هو لا باز، هي لا باز. الا ما ارتاحتش هي وبدلات حويجاتها وغسلات وجهها وداك داكشي ديال الكريم، حيت اولا ديك لي كريم اللي كتنصح غيزلان داكشي اللي غديرو في الليل ملي تبغي تنعس جينيرالمون فاتيكي، انا ملي كنعيا ما كنفكرش ندير شي حاجه في وجهي، خصني نديرها منين ندخل نقابل راسي، ندير دوك لي كريم، نغسل وجهي وندير لي كريم وديك الشيء كله اللي خصني ندير قبل ما نعس، وهذاك هو الاول قبل ما نشوف لو غيست. واضح. وفي الصباح سمحني نزيد هذه الاضافه، ان الصباح الامهات يبغوا يديروا لو ميناج، الصباح تيخصنا يتهوى الدار، الدار خصها تهوى، لان المراه اللي خدامه فقنا من النعاس، فطرنا، سالينا، صوبت الفراش وخرج، هذاك الفراش ملي غيجي ولدي في الليل غادي يطلع له، ماشي غادي يدير لا كريز داز، ملي يدير لا كريز داز ولا غينيت اليرجي وكاع المصائب ديال الحساسيه، علاش؟ لان الفراش خصو يبقى محلول حتى ترجع ليه في الليل عاد تصوبو. اما الا شدات رجعت الفراش في ديك البلاصه وقادت ديك لولي، وبالنسبه لها راه دات لي عليها صوبت لو ميناج وخرجات، فهي هيئات جو المرض لولدها،
وليها ليا والعائله ديالها كلها، يعني الفراش يبقى منفس حتى ترجع ليه وتصاوبوا. او اللي يديروا بحال ديك الناس اللي كانوا كيديروا زمان ما كانوش كيديروا له ليه مصاوب، كيخليوا الفراش غير فوق منه شي نحيفه والفراش بحال بلاد ولا محلول محلول او لا شي بحال كوفغولي ولا شي حاجه فوالا فوق لو لي، وديك الفراش كيبقى محلول مي تترجع كطويه وكتحطو في تحطو على جنب. الفراش ديالها كذلك ما يتصاوبش حتى ترجع، او صافي الا عندها شي حد اللي كيجي موراها وكيهوي وكيصاوب. اما الا مشات حتى داك الميناجير قادت الفراشات ووجدات غداها، يعني جمعات اللي زكريان فين يتخشاو فين ينعسو، نزيدك طيبات غداها فهي خلات لير دو كويزين ديك لودور دو كويزين على لا ميزون، دونك عندك دو لوميديتي، يعني لو دوغري دو ميديتي في البيت طالع. لي زكريان كاينين ملي غترجع بونجور مرحبا بهم في الكابيني ميديكو زعما، والادويه وليكورتيكو وداك الشيء اللي على بالك، يعني في الصباح نفكروا في وليداتنا ونفكروا في الصحه ديالنا والصحه ديالنا قبل الميناج. قبل الميناج. شكرا لك بروفيسور امنيل على كل هاد النصائح القيمه وتتفيدينا بالتجربه ديالك والاحتكاك ديالك مع الامهات مع الاطفال الصغار. شكرا لك مره اخرى. نمشيو للحظه دائما في عالم الاطفال عند هدى جنان ونصيحه اليوم. اذا باقين دائما في اسبوع الاطفال، واليوم نقترح لنا هدى شي حاجه اللي يقدروا حتى يديروها حتى الاطفال بيديهم. اكيد سميره، فاليوم نقترح لكم لتزيين البيت ديال الاطفال لي زاباجور. دونك هنا كما كتشوفوا دي زاباجور اللي هما عاديين جدا، الثمن ديالهم كيتراوح بين 60 حتى 80 درهم، ولكن ناقصين لي زاكسيسوار. لهذا غادي نشوفوا اليوم كيفاش غادي يمكننا نصايبوهم نرجعهم ديال 200 و 300 درهم ومما اكثر. الوغ هنايا عندنا لي كالسون، ما تقوليش غادي يجاب الكالسون كالسون الكالسون. الوغ هاد لي كالسون هادو كنعرفوا بان شي مرات كنعياو منهم ولا كيتفتقوا ولا كيتقطعوا، كتبقى ديما واحد البلاصه اللي هي مزيانه. دونك هاد الكالسون هو اللي غادي نصايب به لاباجور. الوغ ملي كتوسخ اولا كيخسر المنظر ديالها، يمكننا نشدو كما غادي تشوفوا هنايا الفوق ديالو، غادي ناخذ من الفوق باش يعطيني الطوع على شنو انايا اللي باغا. غادي نمشي نلبسها لان هنايا لي زاباجور باش يمكننا نعاودوهم، يعني نعاودو لهم الثوب صعيب علينا، يعني خصهم الفصاله، خص داك الشيء يجي مجبد وقادي. تبارك الله عليك كيفاش فكرتي فيه. ايوا خصك خويا يا هدى كتبقى جالسه مره مره كتجيك شي فكره كتقول نقتسمها مع الناس المشاهدين. تبارك هذا هذا سخاء من عندك، ربي يخليك. هنايا قبل ما نقطعوا نشوفوا ما امكن الديسان يجي مقاد. غادي نجي لهنايا نقطع هذا الشيء تيجي هنايا، نزيد نقطع شويه باش ما يجينيش. انا ناخذو بعين الاعتبار بان كاين سخونيه وخصو يدخل للداخل، زعما نجيبوه داخل للداخل. صافي هنا كيبقى لنا لاكول كيف العاده. غادي نجيو هنايا لتحت ونفس الشيء، لاكول مع السخونيه ديال البوله ما غاديش تحل. غادي علاش غادي نلصقوها مع الثوب، ما عندها حتى شي مشكل. باش قولي اصلا هذاك الشيء هذا الشيء اللي دايرين هما راه ملصقين صوما ملصقين بلاكول اكزاكتومون. دونك هنايا نقطعو لاباجور تبدلات وكنمشيو انايا ما غاديش نلصقها باش ما تاخذيش الوقت بزاف. كما كتشوفوا غادي تجي على هذا الشكل هذا. نوريك حيدي هذاك الشيء اللي لتحت. هلا كنا ملبسينها هي. رائعه هدى، برافو عليك. دونك هنايا ميرسي اون فولي بيندغ ولا نديروها سافا بروندغ بوكو دو طون. لا وحتى الثوب باش غادي نشدوها بحال دابا نعاودوها كامله بالثوب، فشي مرات ما غاديش نقدروا لان الفصاله ديال لاباجور شويه صعيبه تيخصها اختصاصيين. دونك كما كتشوف غادي نمشي ونوريكم غير واحد الجنيب كتجي رائعه جدا. وعاد تخيلها الا شديناها، نزيد نلصق شي شويه باش يبان المنظر، فسهله. وهنايا كيمكننا نختاروا لي كالسون على حسب كيكون فيهم لي ديكور زوينين، كيمكننا نختاروا حتى لي كالسون الا تفتقوا ولا تحلدات شي بلاصه منهم لا اللي تضيع نهائيا، ما كنسيبوا حتى شي حاجه. بالتالي كيمكننا نكملوها كذلك نلصقوا من هنا، كتعطي المنظر اللي هو ذا جميل. الوغ عندنا كذلك لي زاباجور كما كتشوفوا مي تيكونوا لي كولور ديالهم على هذا الشكل هذا، كيمكننا ناخذوا دابا كيتباعوا لي زيلاستيك اللي هما فيهم بحال الوريدات. الو هنا غادي نمشيو ناخذو نديرو على هذا الشكل هذا، نعبرو غادي نديروهم اون بي غير ثلاثه ديال لي بوند اللي غادي نشدوهم نلصقوهم. دونك هنايا نديرو واحد لا بوينت ديال لاكول من الداخل.
هي اللي غادي تشد لنا هذا الإلاستيك ونديرو كذلك. حاولوا ما نجروش. لا ما نجروش. انا طويل. نديرو عاوتاني في لوطخ بوانت. عندها كاس سخونه بزاف لاكول نقسم منها نديروها هكا كلها تمشي اون بيي يعني معوجه شي شويه. نديرو تخوا ديال لي بوند بالتالي كتعطينا هذا المنظر بحال هكذا. الوغ هنايا كما كتشوفوا الراس التحتاني حتى هو غادي يمكننا نزينوه. شنو غادي نديرو له؟ هنا غادي نديرو شويه ديال لاكول باش يجي بحال العنيق ديال انشا. ندوروه على هذا الشكل ونقطعو على حسب القياس اللي عندنا. افكار بسيطه ولكن ماشي بالضروره تطيحوا عليها. دونك تبارك الله عليك. غادي نديرو شي ديال لاكول فوالا كيولي عندنا بحال البلو بتيكول كما كتشوفي. كيجي المنظر ديالها رائع جدا. الوغ عندنا كذلك اللي كيزين بزاف لي زاباجور سورتو البنيتات كيبغيوهم بزاف هو البوا. دونك البوا غادي ناخذوها. هادي كلها كما قلت لكم افكار باش يمكننا نزينو سهله غير مكلفه كتجي مزيانه. دونك البوا غادي ناخذها نلصقها من الفوق غير تلصيقه وحده. الوغ من بعد غادي نمشي انا قلت غادي ندير واحد جوج ثلاثة فقط. صافي ثلاثة سا شونج كومبليتمون كلها سورتو لي كولور. دابا البوا خارجين بزاف موجودين بأسنان مناسبة جدا جد مناسب. فوالا اصبر كنزرب باش يمكن لي نعطي للسيدات ماكسيموم الافكار. ماكسيموم ديال الافكار ميرسي سمر. فوالا الوغ من بعد كيمكننا نقدروا نزيدو نزينوهم كما كتشوف بهاد العقيقات اللي يمكننا نحطوهم على هذا الشكل هذا. ديركم غير واحد الجهه كيعطي واحد اللمعه اللي هي جميله. دونك هادوك الخويات نديرو هادوك نزيدو هاد العقيقات. العقيقات وردوا بالكم من لاكول كتكون سخونه يعني هادشي ما نعطيوش للاطفال يخدموا به بوحديهم حتى الا بغينا نكونوا معاهم باش يمكننا نراقبوهم بطبيعه الحال ونديوهم معنا يختاروا الالوان اللي بغاو. فهذا كلها اشياء اللي غيمكن لها تفرحهم. كما كتشوف لاباجور كلها كيتبدل الشكل ديالها. الوغ عندي واحد الاقتراح اخر هما هاد لي زاباجور اللي تيكونوا بحال هكا عاديين كيمكننا ناخذوا هاد الهدوب. الوغ هنا الهدوب غادي كما كتشوف غادي يجي بحال الشعر. هنا غادي نديرو الكسيسه كنقطعوا واحد من الوسط نقطع شي شويه باش يجيني بحال الا عنده بحال الراس. زعما بحال الراس. الوغ من بعد هذا الراس هذا كيمكن لي نمشي ندير له العوينات بالعقد ندير له العوينات وندير له الفيم وبالتالي كيجي حتى هو مشخص كيعجب الاطفال. تشكرك هدى اسم كل الامهات والاطفال كذلك مادام هذا هو الاسبوع ديالهم. نمر اللحظه الى الفقره المواليه فقره التغذيه مع سينا بالعياشي. دائما تنفكروا في الاشياء المضره لوليداتنا وتنحاولوا نتفاداوها لكن لازم علينا كذلك من جهه اخرى نوضحوا ونوعيوا باهميه وايجابيات الاكل الجيد المتوازن اللي تيتنفعوا منه وليداتنا. اكيد يعني كنا تحدثنا في الحلقه اللي فاتت يوم الاثنين على العلاقه ما بين التغذيه والتحصيل الدراسي والنمو تفادي الامراض والبريفونسيون يعني تفادي الامراض من بعد. لان للاسف يعني بدات امراض صعيبه اللي بدات تصبح حتى تظهر
فواحد السن اللي هو مبكر واللي عنده علاقه مباشره بالتغذيه. فالاستاذه امنيه تحدثت قبيله على الوجبه ديال الافطار، بغيت نزيد غير بعض النقط فيما يخص الوجبه ديال الافطار. راه ما يمكنش ان الاب ولا الام ما تفطرش وغنطلبوا من الطفل انه يفطر، هذا راه من المستحيل. يعني خاص يكون هناك واحد الاستعداد نفسي، واحد الاستعداد اللي يكون قبل لافاي، ويكون هذيك الطبله اللي هي الوجبه اللي هي تكون حميميه اللي غنتحدثوا فيها على اليوم. وجبه اوبوني دو فور ماشي غير هز معك بيز وكلو في الطريق. لا سميره، ما يمكنش نفيق انا مع غنخرج من الدار مع السبعه ونص والسبعه وربع تنفيق الدري، نو تعطلتي مشى الحال وفي ربع ساعه خصو يتوضا ويصلي ويغسل ويفطر، ما يمكنش. يعني خصو، وهنا حيت كاين بعض الاباء غادي يقول لك الدري ما تيبغيش يفيق الصباح، هنا غنرجع عاوتاني لا، واخا ينعس بكري ما غيفيقش بكري، علاه ما غيفيقش مزيان؟ الا ما كانش الماكله ديالو مزيانه، لان كاين علاقه حتى ما بين الماكله وما بين النعاس، لان النعاس ماشي في المده، النعاس في الجوده ديال النعاس كيفاش غادي النعاس. فبغيت نهضر على وجبه الفطور وندخل بها في التفاصيل، لان قلنا بان الهدف من الوجبه ديال الفطور هو انني نصيفط هذاك التلميذ للمدرسه باش يركز، باش يرد البال، باش يعرف اشنو كاين. فالوجبه الرئيسيه والوجبه المثاليه هو انني خصني نجيب جميع المكونات الغذائيه الطاقيه الثلاث نعطيها للطفل في هذاك الفطور. وشنو هي؟ الخبز، مسمن، الحرشه، بغرير، هادو كلهم يمكن نحطهم للدري في الصباح، ماشي في نهار واحد، يعني نبدل اكيد بطبيعه الحال. الزيت البلديه ضروري خصها تكون، يعني هذه علاش؟ لان الزيت البلديه فيها اولا غنيه بالدهنيه، ثانيا فيها فيتامين ا وفيتامين او، وصعيب باش نلقاو هاد الفيتامينات يعني بواحد التركيز بالاضافه الى الدهنيات اللي كاينين، وثانيا ان الدهنيات الزيت البلديه غتعطيني الطاقه اللي غتبقى عند الطفل، يعني يقدر يصبر بها حتى للغدا. هذه النقطه الثانيه. اتاي ممكن نعطيو للدراري الصباح، ممكن نزيدوا التمر، ممكن نزيدوا فاكهه اللي كمصدر. اذا هذه هي الاغذيه المفيده للاطفال ديالنا. ممكن نزيدوا جبن. حنا تنقولوا دائما خاصنا نتفاداو القليل، نتفاداو السكريات، نتفاداو الملحه بزاف، نتفاداو لي بيسكوي، ولكن شنو نعطيهم؟ شنو هو البديل؟ ها البديل، انا قلت لك إلان، كنا هضرنا على إلان في احدى الحلقات، علاش ما نعطيش للدراري الصباح إلان؟ يعني الوجبه مصيبه بالإلان. واحد صديقه ديالي تدير واحد الحاجه، واحد ميكستور زوينه، تطحن زنجلان وإلان مع شويه السكر باش تحلي. لذيذ جدا، تعطي لوليدات الصغار جميل جدا. ممكن ان بلا ما الان ممكن نديروه بلا ما نطحنوه، بلا ما نطحنوه نخليوه هكاك. نعم الوصفه اللي كنا درنا فممكن نخليوه هكاك، يعني نحمروه شي شويه، نديروا معاه شويه ديال اللوز مقطع، شويه ديال التمر وزيت البلديه، وتنعطيو للطفل ياكل. يعني احسن يمكن نعطيو للطفل بلبوله الشعير، علاش ما نعطيوهاش للطفل الصباح؟ يعني هذه وجبه الفطور ضروري خصها تكون. استاذه تكلمت على البلبوله استاذه ام ليل، وعلى الروز بالحليب. نعم اخدي لي خصها تخا، لان المشكل اللي تيدار ملي ما تياخذش الطفل وجبه الفطور، لان من بين المصائب اللي كاينه هي هذيك الوجبه ديال الكوتي عند الطفل، لان الوجبه ديال الكوتي الا ما عرفناش اشنو نعطيو فيها راه هي كارثه. هي كارثه وتيصدق ما واكلش حتى الغدا. علاش؟ علاش ما غياكلش الغدا؟ لان الطفل ملي ما تيفطرش تيوصل العشرة ما تيقدرش، ليبوغليسيمي الجوع. دوك اشنو تياكل في الوجبه العشرة؟ غياخذ بيسكوي. هذاك البيسكوي شنو فيه؟ عامر بالسكريات، شنو غيدير؟ غيرفع على نسبه السكر في الدم، غتبقى نسبه السكر مرتفعه في الدم، ملي غيوصل الوقت ديال الغدا ما غياكلش، ان ما عندوش شهيه. ما غياكلش في الغدا، فوقاش غياكل يجي الجوع. في الكوتي الاخر. في الكوتي الاخر، غياخذ عاوتاني بيسكوي، ملي غيرجع للدار مع ربعه ما غيبغيش ياكل، وهكذا تيبقى النهار كله غادي ياكل. اللي دافع الوجبه ديال الكوتي مثلا، لو انا نعطيه في الوجبه ديال الكوتي مثلا، بين نخص نعطيه في الوجبه ديال الكوتي الياغورت مثلا، علاش؟ لانه غني بالكالسيوم، غني بفيتامين ا، غني بفيتامين او، بروتينات، دهنيات وسكريات، يعني يمكن نعطيه في هذه الوجبه ديال هذا، ايبي الكالسيوم غنعطيه خارج الوجبات، وبالتالي غيستافد منه الطفل بشكل كبير. التمر، اللوز، فاكهه. الناس ما يقولوش بان هادشي غالي، لا ما غاليش، لان بيسكويت تنشريوه بجوج دراهم، ما نمشي عند مول بنان يعطيني بنانه بدرهم، بنانه بدرهم راه يعطيها. ولا تفاحه ولا مندارينه، غير مندارينه مزيانه. انا هي تنبسطو حتى ملي تنجيو للثمن، فرماجه مثلا، شحال دايره فرماجه؟ درهم. بنانه الا مشيتي عند مول بنان عطيتي درهم غيعطيك بنانه ولا 30 ريال. لهذا فما نبقاوش نقولوا لا راه هادشي خصو ثمن، لان بوطه ديال الشيبس راه تدوز 10 دراهم ولا اكثر، راه بيسكوي داير جوج دراهم ولا 3 دراهم. فهاد الوجبه ديال الفطور والوجبه ديال الكوتي هما وجبتين اللي هما مهمين، اللي خاصهم يتعطاو للطفل، لان باش نحققوا هذيك الاهداف اللي قلنا. نفس الشيء بالنسبه لوجبه الغداء، وجبه الغداء الناس ما يبقاوش يمشيو عند المدارس، لان حنا تنقولوا بان المدارس ما تقومش بالدور ديالها، ولكن كاين كذلك حتى الاباء، راه ماشي غير المدارس، كلشي خصو يتحمل مسؤوليته، لان كاين اباء قبل الاباء قبل أكيد المدارس هما الاولين، حيت كاين اب اللي تيمشي عند المدرسه يقول له علاش البارح عطيتي لولدي غير العدس؟ وعلاش عطيتي هذه السيمانه كلها تعطيه غير اللوبيا والعدس؟ يعني وكانه هو تيخلص باش يضر ولده، راه بالعكس باش تعطيه شي حاجه مقليه. يعني بالنسبه له ولا الفريت راه هو تلاقيه، هذا خطا. بالعكس انا بالنسبه لي الا عطاك العدس دعي معاه وزيد دور معاه من الفوق. علاش؟ لان هذيك هي هذيك اللحظه، ما نساوش بان هذيك اللحظه ديال الطفل اللي تيكون مع صحابه يقدر ياكل لك داكشي اللي هو مولف شتي ياكلو اللي ما كانش تيبغي ياكلو الا كان مع صحابه. نعم كان في اوروبا يعني وصفات توصلوا لهم الخرطال، الشعير تيطيبوهم، تيديروا فيهم زيت ارغان، العسل،
والحليب وتعطيو للدري في الصباح تيفطر به. هذه عادات اللي كانت عندنا الحمد لله داخله في العادات المغربيه اللي كاينه حتى بالنسبه للناس يعني الغداء مثلا غنعطي لولدي يدي في الغداء ديالو ممكن نعطي ساندويتش. راه ماشي حنا ماشي ضد هاد ماشي تنقولوا خصنا نرجعوا غير العدس عاوتاني لا ممكن نعطي ساندويتش ولكن شنو غندير له في هذاك الساندويتش؟ ماشي ضروري ندير ليه سوسيس مثلا عامر شحمه في هذاك الساندويتش، ممكن ندير ليه الطون، ممكن ندير ليه اللحم، ممكن ندير ليه الدجاج، ممكن ندير ليه كما قلت الطون، غندير معاه شويه الخس، شويه الخيار، شويه الماطيصه، شويه ديال الفلفله، وغادي نعطي للطفل انه يديه، احنا عطيت له اون ميم طون شويه الخضره، اون ميم طون عطيته شويه ديال البروتينات، اون ميم طون غنعطيه فاكهه غيديها معاه، اون طون يرجع للدار، الوجبه ديال العشاء، الناس يقول لك الطفل ما خصوش يتعشى، علاش ما خصوش يتعشى؟ هذا هو المشكل. وعلاش ما نرجعوش لشحال هذه الرز بالحليب تشيشه هذوك هذوك النجيمات القلسم الطير علاش علاش نقلبوا راه هذا علاش ما نرجعوش هي علاش دايرين فيهم كله السي الشاف الهادي تكلم على الخرطال وهذاك الشيء مجموع تيتجمع بزيت العود والعسل ما هذه هي احسن حاجه يمكننا نديرو احسن حاجه يمكننا هي الزميته ديالنا اكيد هي الزميته ديالنا انا نقول لك بالنسبه للطفل الان دابا الاباء تيقول لك لا حيت خصنا نردوا البال واحد المساله اللي هي ما بقاتش كذلك هو ان داك الجو الحميمي العائلي اللي كاين مورا المائده فوق المائده ديال هذا راه اتونسيون حنا ملي كنا صغار راك شحال الميساج كان تيدوز لك في الطبله ديال الغداء جون مانيا غان ديريكت وتتبقى تفكر فيه ثلاث ايام من بعد دابا ما بقاتش هذه المساله هذه علاش يعني حتى لي ميساج ما بقاوش يوصلوا ما بقاوش ما بقاتش ما بقاتش هذيك الجلسه اصلا ما بقاتش صحيح هذيك الجلسه ديال الفطور ما بقاش كاين الغداء كلشي خدام العشاء تيقولوا للدري بلا ما تاكل غتغلاض ولا الام داخله دايره ما بغاتش ولا المهم يعني خاص علاش ما تكونش هذيك وجبه العشاء ما نبقاوش نقولوا بان راه وجبه العشاء هي اللي غتغلط لا العشاء الا قلتي كما قلتي غنديروا فيه غنديروا فيه الروز ولا غنديروا فيه البلبوله ولا غنديروا فيه السميده ولا الحريره ديالنا يمكن الحريره الحامضة ولا الحريره الحمراء الا غنديروا فيه هادشي راه ماشي مشكل دونك اللي غادي يغلط واللي غادي يخرج على الطفل هو الا خدا اغذيه غير صحيه اما الا عطيناه الاغذيه اللي ذكرنا الان بهذا الترتيب اللي ذكرنا الان وبهذا الجو اللي ذكرنا الان تنظن اننا ماشي غير الاباء اللي غيربحوا المغرب كله غادي يربح وهادشي اللي بغينا يعني بغينا ان رجال المستقبل يكونوا بصحه جيده تماما الفطور نقدروا نرجعوا للاكله الشهيره اللي عندنا في المغرب خبز الزيت اتاي اكيد هذه راس هذه راس المال تماما وسي نبيل عياشي من اكبر المدافعين على الزيت البلدي والفواكه الجافه أكيد. اكيد انا سنقل ولدي دائما اللي تنصيفط معاه الفواكه الجافه ملي تكلمتي على هنا والفواكه الجافه هي اللي غادي يستعمل الشيف الهادي اليوم في لي ماكارون دو شيف ديالو اذا شاف الهادي اللي ما غادي تطبق لنا كل ما قالت بروفيسور امليل وكل ما قال سي نبيل عياش بطبيعه الحال اليوم غادي نقترح عليهم واحد لي ماكارون هذا كوتي مخير للاطفال احنا موالفين لي ماكارون تنديروه بالدقيق ديال اللوز والسكر والبيض البيض هو ثلاث الحوايج احنا غادي نغير يعني ما كاين حتى شي حاجه وبسيطه بزاف ما نستحقوش دوك لي بايب باش نخرجوا ولا شي حاجه يعني كل شيء عندنا واحد 50 غرام ديال القرقع 50 غرام ديال اللوز 50 غرام ديال اللوز عندنا 50 غرام ديال الشريحه 100 مشمش يابس طريقه سهله بزاف تبارك الله هادشي كلشي فيها 50 غرام ديال التمر ورخيص هادشي ماشي غالي طبعا حيت 50 غرام والزبيب 50 غرام تندير هنايا واحد 25 على حسب كل واحد على حسب الذوق لان ديجا هذا الشيء حلو اما 25 غرام اما 50 غرام دلافاني كما تشوفي هذا لافاني انت هذيك لافاني تنقول شنو هذاك الشيء اللي تما لافاني سكر سكر فانيي فانيي نديرو غير شويه حيت اصلا حلو هذاك الشيء كل شيء اييه انا درت 25 غرام دونك غادي نطحنوا هذا الشيء هذا حيت الدراري الصغار تعجبهم شويه الحلاوه اكيد داك الشيء علاش نطحنوا هذا الشيء ماشي نطحنوا هذا ماشي نطحنوا نهرمشوه غير تهرمش غير تهرمش تهرمش ابري تنحيدو هنا مهرمش الطريقه هذه باش نربح الوقت غادي ناخذ جوج البيضات غادي نضربهم غير البيض ديال جوج بيضات غير البيض عندي هنا اربعه د البيضات جوج البيض غادي نضربهم دابا وجوج غادي نديرهم هنايا هكذا بهذه الطريقه هذه
هذا هو اللي غيجمع لينا العجين. اون ميم طون تنزيد معاه واحد 100 غرام ديال لافوان. الشوفان اولا الخرطال. والخرطال ما تنطحنو لا والو. لي فلوكون ما تنطحنوه لا والو. عجيب. تو سكي ممكن في هذا الكوتي هذا. تنخلطوه مزيان حتى تيتجانس. لان تنشوفوا الدراري بزاف تياكلوا داك البيسكوي. ما واحد النصيحه نعطيهم للاباء يشريوا للدراري البيسكوي حاولوا ما يمكن يقراوا شنو كاين في ذوك لي مكونات ويشوفوا حتى لاضات التاريخ ديال الصلاحيه. نديروا بحال هذا الشكل هذا. تندير هذا نضربوا انا تنضربوا غير واحد شويه. شكرا. وتنجمعوا غير بشويه. واللي كان اللي بغى مثلا يدير اكثر يدير اكثر ويدوبل العدد ديال البيض. وحتى البيض ملي نضربوه نحاولوا ما امكنش نضربوه حتى يولي الثلج. يعني فوا تيولي الثلج تينزل منه داك الماء وما غاديش يعطينا داك الشيء اللي بغينا. دونك نحاولوا نديروا. دونك هنا درتي جوج البيض ديال البيض طربتيه بحال هكا. ايه. وبيضه وحده بيض ديال بيضه وحده حطيتيها كيف ما هي. كيف ما هي. دونك هنايا غادي ندخلها للفران. دونك خصني نجمعها الاول. دونك حنا ما عندناش درت واحد الطريقه جميع العائلات عندهم بحال هذا في الدار تماما معلقه بلديه. تناخذ البلاستيك باش ما يلصق ليناش هنا. دونك تنجمعها بحال هكذا تندخلو هنا. تنجيبو سميتو ديالنا بحال هكذا. وتنهزو. والله إلا فكرة زوينة هذه حتى البهلة مزيانة. حتى البهلة ونفس يعني تنحاولوا ما أمكن. هذا هو اللي كنقول دائما صباحية الدوزيام البساطة والاقتصاد والمسائل الصحية. يعني عوض ما تشري ديك البايب والمسائل حنا تنديرو نبسطو لهم الأمور بحال هكذا. باش حتى واحد ما يكون عنده السبة كلشي يديرو في الدار. كلشي عنده بحال هذا الشكل هذا. تنحطوه. رائع برافو عليك. هذه ما تاخذش بزاف الوقت في الفران. شحال تقريبا؟ هذه ندير واحد الدرجه 180 بين 10 حتى 15 دقيقه على حسب الفران. وهي نورمالمون 15 دقيقه لا اكثر. 15 دقيقه بيد ما طاب هذاك البيض. وفات البيض هو اللي خاصو يطيب. خاصو يطيب لان فوا كي جافه كلها تتطيب. وحتى البيض ملي تيطيب راه في ساعه تيطيب راه ما تياخذش بزاف ديال الوقت. تنديروا بحال هذه الطريقه تنساليو. شنو تيخرج لنا تنديروه تيخرج لنا بحال هكا. دونك هنا عندهم الاختيار يا اما يخليو هكا ناتوريل او لا يخليوها هكا ناتورال او لا يديروا هكذا الشوكولاته الفوق او لا ياخذوا هذه بحال هكذا. دابا شنو هو لو ماكارون؟ هو نورمالمون لو ماكارون سي با فرونسي سي ايطاليان. داك الاصل ديالو ايطالياني غير لي فرونسي خداو طوروه. هو الماكارون هو السكر ديالو تيقول لك وحده لاصقه في وحده تيتحط بحال هكذا. عجيب هكذا. مي هادي سي اون بومب. هادي تبارك الله في السعرات الحراريه والطاقه والقيمه الغذائيه كبيره جدا. وهنا تنشوف نبيل عياشي باغي تدخل. نبيل عياشي الكاميرا قبلتك. فاللي بغيت نقول هو ان هادي يعني الشيف هادي هو بروبوزا كوم غوتي. انا نقدر نقول ان هادي تقدر تخاد كوجبه. يعني ممكن اننا نعطيوها في الفطور او لا حتى الطفل ديالنا الا كان غيمشي مثلا وغيغبر مده ممكن يعني ما يرجعش للدار ممكن نعطيوها له. علاش؟ لان فيها مكونات غذائيه اللي هي مهمه بزاف خصوصا ملي زدنا على الخرطال والفواكه الجافه. فهذه ممكن اننا يعني نكتفيوا بها احسن من اننا نعطيو للطفل شي حاجه اخرى اللي هي غير صحيه. رائع رائع. وزيد على هذا الشيء كامل بان المذاق رائع جدا. انا عجبتني هكا سون شوكولا. انا ما خصنيش ناكلها غادي نغلط. نصيحه ملي تجيب لها من الفران يحاولوا ما امكن يحطوها في شي شبكه بحال هكذا باش ما تعجنش باش تبقى هي. لان هي شنو خصها تكون قاصحه من الفوق ورطبه لداخل. اكيد بحال ماكارون. بحال ماكارون. تنشكرك بزاف شاف الهادي على هاد الحيله ديال اليوم. اكيد بزاف السيدات غادي يستعملوها لوليداتهم. نمشيو لحظه الى فقره اخرى مغايره جدا فقره اللباس التقليدي والجديد الحديوي. اذا كيف ما قلت قبيله ضيفتنا هي فنانه قبل تكون مصممه ازياء. واي مصممه ازياء ليلى حديوي؟
فنانه بنت فنانين بجوج حيت ام ديالها عارفينها دونك كيف مثلا نعاود نقولها ام ديالها خدات هاد المهنه من عند الام ديالها هاد لا باسيون هادي والفنان ديالها اللي كنسلموا عليه بزاف بزاف الحاج عبد الهادي بالخياط. مرحبا بك مريم بالخياط. شكرا ليلى. شكرا سميره. انا شرفتنا بزاف اللي شرفتينا وجيتينا البلاطو وجيتينا بلاك نوفيل كوليكسيون ديالك. دائما تنشوفوا لا كوليكسيون ديال مريم بالخياط بواحد لمسه جديده. شنو هي اللمسه اللي دخلت هاد المره مريم بالخياط؟ والله ما عرفت. لا بس يعني انت انا مازال كنعقل انت اللي خرجتي لا بوند اللي كتكون اوتور ديال القفطان او هي اللي خرجت السنطه بالمثل فوالا دونك يعني كل مره كتكون مريم بالخياط زايده شي انتوش الوغ انا كنظن على ما شفت لو تول واش هو لا توندونس ديالك واش لا كوب برانس روب هو هادشي كامل خليط من هادشي كامل المدمه الحديديه ولا الشريط لتحت يعني هما ديما كاينين كيرافقوني في مراحل كامله لانه حسيت بهم انا بحال البصمه ديالي هذيك والتول كنحاولوا ندخلوا لانه شويه القفطان اللي كنحاولوا نصدروه على برا وباش الناس يلبسوه على برا خاصو يتاقلم ولكن نخليو القفطان يبقى قفطان يعني غتلقى في المجموعه اللي غتتعرض فيها خليط بين المودرن اللي هو بحال القفطان اللي انت لابسه بحال اون روب ومن فوق هو اون روب ومن تحت هو قفطان وبحال القفطان اللي غنشوفوا دابا يعني ونتحدث على كل واحد اذا نشوفوا لا تشكيله ديالك مريم بالخياط توجور افيك لو ميم بليزير ياك انا قلت لي مريم بالخياط لا عيني غتمتع الوغ نشاهدوا اول عرض اللي مقترحه علينا مريم بالخياط الوغ لا توني كتحمق يعني سي فيها التول كتبري فيها لا بوند فيها لا سانتور دوري ولكن هذه المره درتي غير ام تي بو ديال الدوري ما درتيهاش كلها دوري الوغ هاد لا توني هي كلها مخدومه باليد هو ماشي توب المزونات هي مخدومه كلها باليد يعني هي كلها كان توب ساده ومن بعد خدمناها كله وكنلاحظوا التول كاين كيتعاود في الكمام وهاد المره الحزام درناه ماشي كله حديدي باش نغيروا شويه من الحزام الحديدي اللي يعني يدي 3 سنين او 4 سنين وهو كيتعرض يعني الحزام كله دونك هذا هو الجديد ديال مريم بالخياط هو الحزام يعني غير اون بوند ماشي كلها ماشي كلها غير لابلاك القدام هو كله مشى في نفس اللون ديال اللبسه باش ما ياثرش على الغياف تما خرجوا بزاف هذا الطوندونس نشوفهم حتى في لا مود بريت ا بورتي لي تو سكي فلور تو سكي بابيون تو سكي غوليف ولا تو سكي غوليف هو كاين موجود بزاف على الساحه هو صعيب المشاهدي بان تو سكي غوليف هي الحاجه اللي خارجه من بحال الوريدات بحال الفراشات المهم ماشي مسطحين مع الثوب بل خارجين على الثوب خارجين على الثوب يعني ملي كتعطي للقفطان واحد الهيئه بحال 3 دي كيولي عايش القفطان عايش كتحييه يعني تنحيي فيك الاختيار ديال الالوان تناسق الالوان هادشي علاش نقول لك دائما الفنانه ديالها شكرا سورتو بوغ سا تبارك الله زعما انا جو سوي بوش بقيت كاز تنشوف لا توني سي فري داك الميلانج دو كولور لا بوند كيما تنشوفو من التحت هي في هذاك لا بتيت بوند روز يعني يا ميلانج دو كولور يا دو ترافاي يا دو لا كرياتيفيتي نشوفو الثانيه تري كلاسيك تري كلاس او كلاسيك لو فير رائع الوغ هادي باش مصوبه هاد اللبسه هادي يعني هذا لون مخزاني ديجا يعني تري كلاس الخضر اللي دائما عندنا كاملين كنظن هي مصوبه بزواقه المعلم وفيها الورود اللي فيها ورود ديال راندا كيتخدم كل واحده طايره وعاد كيلصقوا يعني واحد لا تكنيك فيها متعقده المرين راندا ولكن الحمد لله ما قدرنا نصوبوها كنلقاو نفس يعني كنلقاو الشريط كاين لتحت هو الشريط المبر اللي بقى في نفس اللون ديال القفطان باش ما يعني كاين هو لا هذا العام درتي رقيوقه بزاف رقيوقه جيم بيان سي تري جولي سي تري فارتي تبين لا سيلوات ديال السيده ولكن كتجي مع السيدات اللي نحيفات اكيد لي زعما نحيفه اللي غادي تبين لها الجناب عاوتاني يعني خاص تكون نحيفه لكن لهذا يعني انا تقريبا مع الناس اللي كيخدموا سواء عندي القفاطن او لا يشريو كنخلي الحزام ديما هو الاخر عاد كنختاروه اما حديدي اما ملبس يعني ما كيكونش واحد سان تابلو هو في يعني اون جينيرال خاص القفطان يكون متناسق الى دارت السيده اللي لابسه فيما دارت تلقى شي حاجه ما تشوف يعني ما يكونش اللور كله خاوي والقدام عامر بزاف حيت ما كيبقاش توازن انا مثلا كنعقل درتي واحد لا كوليكسيون درتيها بريت ا بورتي فيها النوار والبيج ماشي بيج مي غادي لو مارون
فوالا درتي تدي انت البريت ابورتي وحتى البلدي ياك دونك غير هادي انتر بين قوسين باش الوغ هادي قلتي لي لبسه العروسه هادي لبسه العروسه يعني كيمكنها تعوض لا روب دو ماريي في الاخر ديال المارياج او كيمكنها تكون لبسه العماريه يعني هي شو لي مونس لي مونس لي مونس كيفاش دايرين هي اللي غتلبس هادي حتى وحده ما لابسه بحالها اه سي سيغ تحس براسها عروسه ديال بصح اون فغي عروسه اون فغي عروسه اونيك اونيك وجات مع امي ما تبان ليك دونك لي مونس تما بلا دونتيل جو بونس كنلقاو هنا لو ترافاي ديال التول عاوتاني يعني كيتعاود هو خليط ديال التول دونتيل مع ساتان يعني كل هذيك بحال راندا لي فلور لا ماشي راندا هو طرز بالاحجار طرز بالاحجار كيبان بحال راندا هاد لا ميثود اللي عندك بحال اللي كنتي درتيها في واحد الحزامات الخريب ودرتي فوق منه الاحجار لا هي حيت لي في بحال نفس الشكل غير هذاك كان خريب وهذوك الاداه كلها طرز فوالا انا مازال كنعرف نعقل على مريم بالخياط كانت غاديه في واحد السيركوي ديال القرايه وغاديه في واحد السيستم وبقات وبقات بقات بقات في الاخر قالت لهم لا 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 ما كاينش عندها شي حاجه خصها وتبارك الله عليك تما تتبدعي وتتعطينا كتعطينا بزاف ديال لي زيدي لين نقدروا نشوفوا اللبسه ديالك لا ما بغيتش نوريك وانا عارفه بغيتينا نطلبوك الوغ شنو هاد اللبسه هادي فيها بعدا الغوليف تقولنا على هاد اللبسه هي نفس الشيء يعني هي اللبسه كلها مخدومه باليد كان في الاساس قفطان يعني ثوب خاوي وكلها مخدومه يعني اشرطه القدام متروز وكلها كتميز انها فيها الغوليف تبارك الله يعني من الطرف من ذما الفوق نقدروا نقولوا انه يعني فستان او لا هو ماشي قفطان لكن من تحت العقاد والخدمه ديال المعلم هي اللي كتميزو انه كيرجع قفطان وحتى الحزام مغير على الاخر القفطان مغير هذا الحزام الحزام فيه لو كوتي يعني هذا العام في 2000 قفطان 2014 درنا يعني شكل جديد للاحزام الحديديه والعجيب في هذا الحزام هذا اللي قدرت ليلى الدور نشوفوه من اللور انه تيواتي كل السيلويت يعني تبدل فيه وتنقص هذا مهم جدا مهم لانه صعيب انك تبدل السيستم ديال المنظمه المغربيه الا ما لقيتيش كيفاش تنقص والدوره ديال ليلى بوحديتها عافاك عاودها لنا ليلى هكا اه وي يلا صافي الدوره تتحمقني في الشده تبارك الله عليك كل وحده ولا سيدي على الشيخ ديالها اذا نكملوا مع باقي عندنا ثلاثه البيسات ان شاء الله نشوفوهم واو انا باش كيعجبوني التصاميم ديال مريم بالخياط فريده من نوعها يعني ما كاينش كوبي كولي ما كاينش كتبقى في واحد لو ستيل ديالها الوغ شنو هذا لو ستيل انا بوش بي فيه بزاف ديال الهديبات الوغ مريم تتغبر واحد المده فاش تجي تتجي لها لا ما كتغبرش ما كت... كتغبر على صباحيه بيان سور فاش تجي تتجيب الجديد هذوك الهديبات شنو هما مصوبين بالاحجار حتى هما ياك اي كل هي كل القطان كله مصوب باليد يعني اي حاجه فيها كل بتي ديتاي يعني الا هو مخدوم لواحد الغايه ومنظمه تاعي عاوتاني بشكل اخر منظمه ديال الاحجار وفي هذيك الحديدي هذوك جياب اللي كاينين هما دي زوركي دي جياب اذا بغات دير غير عكر الوغ غير عكر واحد وتخاف عليه لا يتحل ويدوب لها جياب غير المنظر 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 ودير غير عكر فيه ما تنسيش شي حاجه اخرى المنظر يعني كنلاحظوا انه كاين فيه الجوهر فيه الجوهر الحجر كريستال دونتيل الورود هي ماشي توب يعني مشري كلها مخدومه فراشات مخدومين حتى هما يعني وهاد لاتخين لاتخين دقيق لا تا هي من اللور دايرها على شي حاجه ثقيله داكشي كله متروز كله متروز باليد جيماجين بهاد اللبسه بحال هادي غادي تكون غاليه على قد الخدمه اللي فيها والاحجار اللي فيها ولكن على حسب السيده اذا بغات هاد لاتخين ولا لا عاوتاني لي با اوبليجي لا لاتخين ماشي لابد يعني الا حيدنا لاتخين غنلقاو اللبسه كيف ما مخدومه من القدام مخدومه من اللور لاتخين تيبقى بس يعني كيبقى الا بغيتيها ولا ما بغيتيهاش لا شوف لا عاوتاني نضمها على شكل ثاني انا بغيت نعرف عطيني السر ديالك شنو الالهام ديالك يعني كومون تاريف افوار هاد الافكار يعني ماشي قضيه افكار هي خاصك تبغي الحاجه انا عندي واحد اللي معروفه بها في لاتولي الا شي قطار بدينا وما ما عجبنيش ولا ما بغيتوه يقدر يبقى تما حتى 4 سنين ما يكملش ما كنتيش راضي عليه ماشي راضي عليه خاص يدوز واحد الفيلينغ بين دوك وبينو سينو بقى تما يعني يعني ما عنديش هذيك خاص القفطان يكمل ويتباع ويتحط وتجي الناس يشوفوه لا
ديتو يعني ماشي من داك المنطلق كنمشي خاصك يعني هذاك الخطفه اللي تتصوبيه خاصك تكوني راضيه عليه لدرجه انك تقدري تلبسيه انت زعما تتصوبيه راسك اكيد الا ما لبستوش انا شنو غنحل غنتفلى على الناس يعني خصني واش عند مريم بالخياط الوان مفضله تتبغي تخدم بهم شي دي كولور ولا عندك بحال بحال لا كنبغي الوان كاملين وهذا يعني علاش كتلقى في الاغلبيه ديال القفاطم ديالي كتلقى فيهم بزاف الالوان لانه ديما كاين واحد لو سي اسمح لي دقاتك واش هذه اللبسه هذه ماشي قفطاني جاتني بحال بدعيه بحال بدعيه قفطان خفيف اللي يقدر يصلح لمناسبات اخرين من غير يعني انا معروفه بالقفطان اغلب شيء يكون ثقيل لكن وكنديروا حوايج اخرين اللي كيصلحوا في هذه اللبسه تحمق هذه شويه ستايل عربي خليجي شرقي لا موف خالي هذه من هذيك الثقافات كاملين تبارك الله عليك تتشرفينا دائما تتشرفي العمل والفن المغربي نتمنى لك المزيد من التألق ان شاء الله والفرصه مقبله ان شاء الله ان شاء الله اذا شكرا لك ليلى شكرا لك سميره تأتينا اليوم نمشيو عند غيزان كور لحظه افيك دو غوسيت غادي تقدمهم لنا بور ليكلا ديال لو فيزاج إذن غزلان وعدنا الناس بواحد الوصفة ديال ليكلا يعني النضارة ديال الوجه وشكرتي لي في هذه الوصفة بزاف وقلتي جربتيها وجربوها الناس جربتها كنديرها تقريبا علي ملي تندير الماكياج علي تقريبا يوميا لأنها كتنقي فريمون الوجه من الأعماق كتحس بواحد الخفة واحد الرشاقة في الوجه شفتهم بعد الماكياج ديالك بعد الماكياج كيف ما ذكرت في الأول دكتور أومليل السيدات دائما قبل ما يعتنيوا بالأطفال ديالهم خاصهم يعطيو وقت لنفسهم يعني ندخل البيت ديالي نديماكي وجهي مزيان ما فيها باس ندير بحال هكا شي وصفه طبيعيه هكا ونتكا يا اما تسمى نتنت القران او موسيقى هادئه باش انا نخوي داك الطاقه يعني السلبيه كلها تخرج ونتشارج بواحد لينيرجي نيجاتيف طاقه ايجابيه اللي نقدر نستقبل فيها الزوج الاطفال يعني يمكن اللي نبقى خدامه حتى ل 11 12 الليل ما غاديش تعيا ماشي مشكل دونك هذه وصفه اللي صراحه هذه ديالي شخصيه من ابتكارات ديالي ولكن يعني غنقتسموها مع المشاهدين فوالا دونك الوصفه الاولى الوغ كانت لاله سعيده شرف كنشكرت لنا بزاف اللبن بالنسبه للوجه تعطي كيحيد لي طاش وتعطي النضاره ديال الوجه من غير اللبن كاين يوغورت يكون طبيعي نسوس هذا غير بوحدو راه ماسك يعني بحال هكذا نخلي بالماء ديالو نخلطوه مزيان ونوضعوه على الوجه ديالنا كله حتى العنق البلايص المناطق كلها لانه حليب ومغذي ودسم وغني بداك البكتيريا لي بكتيري اللي فيه كيتسموا لي بروبيوتيك داك البكتيريا ديالهم كيف ما تينقيو لينا المصان ديالنا تينقي حتى الوجه سبحان الله وتعطي واحد ليكلا عجيب جدا السيدات ملي غادي يكتشفوه ما غاديش يبقى داك اليوغورت ملي يسالي اللادات ديالو ارميوه غادي يمكن يستعملوه الوجه ديالو ما يخافوش ما غيوقع له حتى شي حاجه دونك هنا الوصفه مناش كتكون من ثلاثه العناصر مهمه وهي اللي غدير الفعاليه ديالو هذا الصابون اللي شفتيه سميره انا حكيته الصابون الابيض كيكون كريمي كتكون ريحه معروفه وريحته زوينه فوالا دونك هي بيضه وكريم سو فورم دو كريم والرائحه ديالها جميله والفعاليه ديالها حتى هي لانها كيرطب الوجه على غنديروا معلقه هي مشهوره مشهوره بالرائحه ديالها الرائحه والترطيب ديالها الترطيب كاين السيدات اللي تحكوها وتيديروها في ليبه ولا تقشرات وتيديروها في مع حويجاتهم كتلقى فوق ما كتحل البلاكه كتعطي واحد الرائحه زوينه دونك هي مزيانه للبشره مزيانه بزاف للبشره كترطب فوالا وغادي نديروا معاها بحال دابا البشره اللي تكون جافه بحال ديالك سميره فيها شويه شوائب مع المكياج مع ليكسبوزيسيون سولي مع الحباله اشعه الشمس والحباله كيبقى بقع ديال الكلف او هذا كيمكننا نديروا هاد الصابونه معلقه ليكيفالون ديالها معلقه ديال الطين الابيض ياك وغادي نخلطوا هذا الخليط بالماء ورد انا دائما تنفضل الماء ورد يعني على الماء على الماء عادي يمكننا في الحمام الناس اللي ما عندهمش وبغاو يديروها بحال دابا اليوم وما ما عندهمش ماء ورد في الدار يكتفيوا غير بالماء معدني من الافضل فوالا ونخليوها الوغ في الاول نوري السيدات يخليوها شويه جاريه علاش لان هنا الصابون مازال عندنا جديد ما مازال ما دابش ما تنفخش من بعد مني تيدوب ملي تيدوب راه تتقصح بوحدها كتولي سو فورم دو ماسك هذه الوصفه بالنسبه يعني الامهات اللي عندهم البشره جافه يعني من 35 عام ما فوق بشره جافه ولكن شنو هذا ما نديروش بحال الماسك الوغ انا نفسر لك انا دابا بحال دابا ملي غنمشي دابا للبيت ديالي وجهي ملطخ بالماكياج غادي نديرها هكذا وغنخليها واحد خمسه ديال الدقائق حتى كتشرب ومني كتغسل كيرغوي الصابون
ولا لاغزي الماكياج كنحيد الماكياج وكلشي ومنه ماسك وكلشي ما كنعاود ندير والو غير لا كريم دو نوي ديالي بالليل او لا زويتاد اركان. بالنسبه للسيدات انا صراحه تنخلط لاغجيل بلونش ولاغجيل فيرت لان عندي البشره دهنيه باش يشوفوا السيدات دائما عندي هاد لا زون تي كتبري دونك كنخلطهم بجوج. بحال دابا هنا نديروا السيدات اللي عندهم بشره دهنيه وفيها شويه حب الشباب يمكن لهم يديروا لاغجيل فيرت لان الدور ديال لاغجيل الطين الاخضر هو انه كينشف لنا داك الحبيبات بحال هكذا تينشفهم يعني اكثر من لاغجيل بلونش وتيعطي ليكلا وتيشرب هو بحال ليبونج كيشرب لنا داك الخلايا الميته فوالا الخلايا الميته حتى داك البقع. بعض الاحيان الى عندنا غير شي طبعه مازال جديده يمكن نخلط غير لاغجيل مع شويه الموز ونحطها كو سوغ لاطاش 3 ايام 4 ايام كتبان لك تزالت سورتو الا كانت جديده. دونك الوصفه ديالهم شتيها هو دابا ديجا بدا تيتنفخ فوالا يمكننا هذا نحتفظوا به حتى اسبوع. انا كنديرو في الثلاجه حتى اسبوع كندخل يوميا الا كنديرها لي كرون سولير ديالي والماكياج يوميا كنغسل بها وجهي ما كيبقى حتى شي حاجه من العكس كيعطي يعني منها غسول ومنها ماسك ومنها مغذي مرطب. بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش الوقت وكيكونوا مفتونين باش ما يبقاوش يديروا السبه كل مره ما يمكنليش نخلط دونك خلطها بحال هكا ديرها اسبوع في الثلاجه يمكن لك اشاك فوا تغسل بها. نذكروا بالمقادير وبالنسبه للمشاهده ويوغورت سميره البارح درتو اللي تي مانيفيك يعني كتحس بالبشره ديالك لان هذا تشويه تنشف البشره دونك ملي درتو ايطاليتي لاحظتي كيعطي واحد لمعان اشراق وتتبقى لابور طبا بحال دايره شي مغذيه مغذيه مزيان. اذا قلنا معلقه ديال الصابون الابيض الكريمي اللي تعرفوا السيدات طبعا معروف في السوق معلقه ديال الطين هذا اختي اخضر تقدر تكون معلقه مخلطه ما بين الطين الاخضر والطين الابيض والماورد يعني واضح. سهله اقتصاديه وفعاله واكيد غتعجب السيدات بزاف. حنا كنتسناو الاراء ديالهم عن طريق فيسبوك مرحبا بها صباحيه دوزام بوان اوفيسيال اولا عبر رقم الهاتف ديالنا 0522 76 77. ما تردوش تواصلوا معنا ومع كل مقدمي الفقرات ديال صباحيه دوزام. بقاو معنا اللحظه غادي نمشيو نستقبلوا فنان تشكيلي رائع ضيف ليلى شويف فقره نجوم ونجوم. بقاو معنا سعداء جدا باستقبال فنان تشكيلي فقره نجوم ونجوم. مرحبا بك وشكرا لهذا الاختيار هذا ليلى شويه. تعرفي بانني دائما تنكون فرحانه فاش يكون فن تشكيلي هو ضيف في هذه الفقره هذه. انت تكوني فرحانه احنا فرحانين هو المهم لنا. اذا كما قلت لكم سميره اليوم حاضر معنا في فقره نجوم ونجوم فنان خريج المدرسه العليا للفنون الجميله مدينه الدار البيضاء مبارك عمان. مرحبا بك في صباحيات دوزام. اهلا وسهلا نشكركم على الاستضافه الجميله وتنشكركم على المجهود اللي تقومون به باش تعطوا واحد المنتوج جميل للمشاهدين وتحيه للجمهور والمشاهدين دوزام. مرحبا بك مبارك عمان. انت من الفنانين الشباب التشكيليين اللي خداو اللي هم مسار مختلف من حيث البعد والفكر والاداء. شاركتي في عده معارض وفي العديد من الفعاليات المغربيه والدوليه من سنه 2004 حتى 2014. مؤخرا كنت حاضر بواشنطن بامريكا كان عندك عده معارض هنا بمدينه الدار البيضاء بازمور وهذا الشهر هذا بمدينه الرباط. فتبارك الله عليك اليوم قدرتي تجيب لنا بعض اللوحات من المعرض ديالك. فكيف كانت بدايه مبارك عمان؟ والبدايه ديال عمان مبارك كاي طفل تكون هاوي الرسم في الصور ديالو كانت عشتنا واحد الفتره في مدينه اكادير. اكادير كمدينه في المرحله ديال الاعدادي واكادير كانت سمحات ليا باش رسم واحد المواضيع مغربيه بحال القصبات اللي عندها علاقه مع الثقافه المغربيه. كيفاش عرفتي اول مره راك رسام وعندك هذه الهوايه؟ كما قلت لك بالقلم ولا بالطباشير؟ لا في الصغر انا نقول لك واحد القضيه. انا كنت في الصغر على ما نقدر نرجع لك في واحد الموضوع مهم في الموضوع اللي تنخدم عليه حاليا. شحال من خطره كنت نمشي للحيط وتنقشر الحيط ولكن تتقشر الصباغه وتتقنزها تسولي اون فورم. لا خطره تكون واحد تيكون ساهي تحت واحد الصرافيقه من دونك هذه غير اش دير واخا لك تعاود المساله. نرجعوا للمرحله ديال اكادير كانوا معارض في في في, في الفنادق تما كاين بحكم السياحه ولا شيء. جات الفتره ديال الثانوي دراسه الثانوي لحسن الحظ ان كان عندي واحد الاستاذ اللي بغي نقدم له تحيه عبد الله الحوفي اللي كان شاعر كبير وكان مثقف وكان
كان عز عليا يقرا بزاف، كان تيشري كتبه بزاف، وكان تيمدني وكان تيشجعني وكان تيمدني بكتب الكتب. دونك انا تشوف ديك المرحله ديال تقدر نقول عليها فنان عصامي لحد الان، وكان شجعني باش ندير ليكول دي بوزار. من بعد ما مشيت كان عندي واحد الطموح باش ندير نخلي ديما الفن هو جانب، ومشيت للقضائيات نكمل الدراسه ديالي في الحقوق. من بعد عامين لقيت مبارك ما يمكنش يبقى تما، كاين خصو يمشي. مشيت للدار البيضاء، جيت للدار البيضاء هنايا وديت المسار ديالي في التعليم الاكاديمي. دونك تيجي المرحله ديال التعليم الاكاديمي، استفدنا منها بزاف، احتكاك ديال مع الطلبه مع اساتذه اللي كانوا اغلب ديالهم فنانين تشكيليين تما معروفين في الساحه. ومن بعد التخرج رحول الغطاس كانوا غير من بعد التخرج بدا المسار الاحترافي. هي ماشي سهله، ولكن الواحد خصو يكون عنده نفس طويل باش انه يصبر وي درتي لي زارت بلاستيك في ليكول دي بوزار. تخصص بلاستيك في التشكيليه. انا غادي نرجع للبيئه اللي تربيتي فيها واللي نشاتي فيها، واش كان عندها تاثير على الانتاجات ديالك الفنيه؟ وكان هي البيئه كما خبرتك انه حتى الانتماء ديالي من الاصل ديالي من الجنوب، لاحظتوا حتى الالوان اللي كاينين في الاعمال ديالي مثلا تبقى هذاك الدفء وهذاك الحراره ديال الحراره ديال الجنوب. اللي بغات تعني ليلى يمكن واش كاين شي واحد في العائله ديالك؟ لا انا كنت وراس الخيط. دابا خوتي اللي خوتي اللي مورايا اللي سميتهم مشاو تبعوا هذا المسار هذا. تبعوا هذا المسار هذا. دونك خاصهم غير يدالهم. اما الهوايه في الدم. الهوايه كاينه. ربما كان كاين واحد القضيه، الاب ديالي من الناس اللي كانوا تيشجعوني. الاب ديالي كان انسان بسيط ولكن كان عنده واحد هادشي ما عنده علاقه مع البساطه ومع القرايه. سيد فنان ولا لا؟ هادي لا، كي تشوف التشجيع من الطفوله يعني الدري باقي صغير تيديك المحاولات البسيطه مزيان دونك هادي مهمة. واخا دوك التصرفيقات ديال السبابة هما عطاو الثمار ديالها. مبارك عما شنو هي الحاجة اللي كتميز لواحد ديالك عن باقي الفنانين التشكيليين؟ شنو هي اللمسة ديالك؟ مايمكنش أنا ما نقدرش نقول هاد الحاجة تتميز يعني أنا العمل ديالي هو ذاك اللي تنكون في المرسم ديالي وديك الحماقات اللي تنقوم بها في سميتو تنغادي ميمكنش. دونك نقدر نقول لك انا متميز عني تنحاول ما امكن نعطي واحد الخصوصيه خاصه بالبحث ديالي. حتى دائما تنتميز بالبحث الماده، انا بالنسبه لي الماده مهمه باعتبار راحتي انا في الاعمال ديالي تقيم مجموعه ديال المواد مثلا بحال الكركير البرادات الخشب برادات النحاس كي الكولاج والقدرتي كاع الى شفتي كاع واحد المجموعه ديال التقنيات تتلخص في ذاك في ديك اللوحه. عندك الصباغ الماني نقولوا لاكواريل لا بانسور الماده الكولاج دونك وكتستمر هذه القضيه يعني ما يمكنش نقول هذه هو هذه هي التقنيه دي راه ما حدك تتخدم ما حدك انك تجمعتي ما بين هاد التقنيات كاملين بتات وي ممكن ولكن واش عندك غير هذا الاسلوب هذا مثلا اللي تنشوفه هنا قدامنا ولا تدير لابستري كذلك تدير انا قبل ما نقول لك انه هذاك قبل ديال قبل ليكول دي بوزار كان كنا تنصيبوا بزاف الحوايج لي غوبروديكسيون وعاد التعليم الاكاديمي راه مايمكنش هذا هو انا التعليم الاكاديمي بالنسبه للفنان مهم ضروري جدا حيت مايمكنش تدوز مجموعه ديال المراحل مايمكنش لقيت واحد الاسلوب معين ديالي غادي نصافي الاكاديمي سي مبارك غير ما كنلقاوش الطريق ديالنا خاص التعليم الاكاديمي وعاد باش البحث وشويه الخدمه واحد هنا تيبقى الصبر والوحشوت العزيبه وعلاش تختار واحد الاسلوب معين باش تثبت هو ماشي هو هذا الموضوع اللي اختاريته انا ماشي انا اللي اختارها هو اللي اختارني صراحه صح هو اللي اختارني يعني ما يمكنش انا ما عمري انا تنجيب الصدفه هي اللي تتخلي تنقول لك هذاك في المرسم يعني بطلت تيكونوا بعض الحوادث تقدر تيخلقوا لك تكتشفي حوايج جديده. صح هاد اللوحات الجميله اللي عرفتينا كنشوفوا فيها مجموعه ديال الات موسيقيه يعني حيوانات قوارب شنو كيجمع ما بينات هذا الشيء كله وحتى اللون هناك الوان يعني ترابيه بالاصل شنو بحال اللي داخلين شي مغاره وتلقاو فيها رسوم بريهيستوريك تبقى داك الموضوع ديال الاستلهام
تقولش استلهام، نقدر نقول لك استئناس بالرسومات الانسان ما قابل التاليه، تبقى استئناس يعني لدرجه انه حتى كاين هذيك الرسومات الرموز اللي تنشوفوهم انهم ولاو عندهم علاقه بمبارك اكثر ما هما عندهم علاقه ب هو استئناس. استئناس والموضوع اللي تنخدم عليه هو الاثار ديال الانسان، ترجعوا بعد الاصل اننا كنا واحد اكيد تبقى سميتو بدون خلافات لا عرقيه يعني تنحييك هذا كموضوع الجانب الموضوعي يعني الاختيار الالوان والاشكال رائع جدا، يعني لوحات فنيه جميله جدا، انا بعدا تنشوفهم تيوحوا لي بالراحه والتناسق الالوان كيف ما قلتي تتفكر في الوان ترابيه لي زوك شويه لي زوريجين ديالك حتى هي ياك اكادير الجنوب اي تبع عمران اي تبع عمران الله ودي. واش انت كتعلم وليدات كتقريهم هذا الفن هذا؟ وانا ولدي باقي صغير عنده عام ونص سميتو انير، ولكن الغريب في الامر انه فيما شاف شي حاجه مرسومه تيتير الانتباه ديالو ما تيقولوا راه داك الشيء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. احنا بغيناك تكون استاذ الاطفال ديالنا ان شاء الله، تعلموا هذا الفن اجيال اخرى، نترحموا بالواجب ديالنا والمرسم ديالنا مفتوح لاي واحد. الله يخليك عليك، شكرا شكرا لك ليلى لاهتمامك لكل الفنون فقره نجوم ونجوم. الشكر كل الشكر للضيف ديالنا، نتمنوا لك المزيد من التالق، وباب صباحيه الدزه مفتوح لك في اي وقت، مرحبا بك. اذا غدا ان شاء الله غادي نشوفوا مع الاستاذ الروقاني مشاهدينا واش الطرد من المدرسه قانوني او لا، غادي نشوفوا التاخر في النمو مع الدكتوره ليلى بشرى، نحاربوا القمل، نعم القمل مع ليليا منين، وغادي نصوبوا انكوات جميله جدا ومميزه جدا مع هدى جنان. الكل والمزيد صباحيه دزام، نهاركم مبروك.